بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هلو لي فانوفيل دونك aujourd'hui on va parler de overviews of energy metabolism او ما يعرف يعني بال يعني صورة عامة عن الانرجي ميتابوليزم. اذا الانرجي ميتابوليزم او الميتابوليزم بصفة عامة، اذا هذا لدينا glucose tolerance curves، يعني هذا في الحال العادية، يعني بعد اخذ وجبة يطلع مستوى السكر في الدم ثم بعد ذلك ينخفض يعود في حالة استقرار. لكن في للاسف عند دايبيتيز او ما يعرف بمرض السكري، يعني يرتفع السكر في الدم بعد الوجبة، يعني حتى عند الانطلاق يكون السكر مرتفع لديه، وعندما يقوم باخذ وجبة او ميلز فهو يزداد ارتفاعا ويأخذ وقت طويل حتى يعود الى يعني الى الاكيليبر، ليس الاكيليبر الانسان الطبيعي لكن اكيليبر شخص دايبيتيك، وبعد هنا ايضا يأخذ وجبة اخرى فيزداد ارتفاعا، ولو اخذ وجبة هنا فيكون يعني مستوى السكر في الدم مرتفع جدا. اذا عادة يعني عند الانسان الطبيعي يعني يعود الجلوكوز في الدم، يعني يعود الى المستوى الطبيعي يعني حوالي 90 دقيقة يعني بعد اخذ وجبة، يعني يعود المستوى السكر في 5 ميليمول هنا يعني في الحالة الطبيعية. اذا لدينا فودز، يعني من اين نأتي؟ يعني لدينا الفودز، الفودز هو الاكل، لدينا الاكل يعني تكون مثل اشياء يعني الكربوهيدرات التي هي السكريات ومنسبة للديغليسيد، ولدينا البروتين التي هي عبارة عن احماض، هي البروتينات والتي تتفق الى احماض امينية، ولدينا هنا الفات او الليبيد. ثم بعد ذلك التي سي سيكل يعني السيكل دو كريبس، يعني لدينا عادة كل الأشياء هذه تلتقي في هذه النقطة، يعني من أجل إنتاج الـ ATP ومن أجل إنتاج الطاقة، يعني كلها يعني تتحول خاصة الليبيد والسكريات، يعني تتفك لتعطي أسيت القوة، والأسيت القوة هو المحرك أو المغذي أو الوقود للحلقة التي تسمى بحلقة كريبس، يعني الجميع يتفكك ليعطي أسيتيل كوا، والأسيتيل كوا يغذي السيكل دي كريبس، والسيكل دي كريبس يدور من أجل إنتاج ما تسمى دي كونزيم الأناديياش والأفادياش، وهذه الأناديياش والأفادياش يعني تغذي هي بدورها أو ما تعرف بإلكترون ترانسفير شين أو ما تعرف بإلكترون ترانسفير شين او ما تسمى بالاكسده الفوسفوريه او اوكسيداسيون فوسفوري، التي اوكسيداسيون التي تكون بوجود الاكسجين، هذه هي الاكسجين اوكسيديشن فوسفوريزاسيون اوكسيداسيون بوجود اوكسيداسيون بوجود اكسجين من اجل انتاج ما يعرف بالاي تي بي سينتاز، وهنا لدينا الاي تي بي سينتاز، يعني تم استرجاع الطاقه بعد تحطيم كل هذه الاشياء، يعني القاعده في البيوشيمياء عندما تحطم شيء يعني تنتج طاقه، وعندما تريد صناعه شيء يعني تستهلك طاقه. اذا التحطيم يعني في الميتابوليزم لدينا اثنين، لدينا الكاتابوليزم ولدينا الانابوليزم. انابوليزم هي الصناعه التي تحتاج طاقه، والكاتابوليزم هي التحطيم، هي كاتاستروف يعني تستهلك طاقه. اذا هنا لدينا الكربوهيدرات والفات التي تعطينا هذه المحرك الرئيسي، اذا وهذا يحدث يعني في بوجود الاكسجين بالتاكيد. اذا هذا الشيما الموضح الذي يجب علينا جميعا، يعني الاوفرفيوز هنا بوجود يعني مباشرة، يعني بعد وجود الانسولين، هنا لدينا الانسولين افكت. اذا الانسولين افكت يعني ماذا يفعل الانسولين؟ الانسولين لديه ثلاث وظائف، اولا يعني ديفوسفوريزيشن اوف انزيم، يعني يريغولي يعني ينظم الاشياء عن طريق ديفوسفوريزيشن اوف انزيم وجين اكسبريشن او الستريك اكتيفيشن او انيبيتر، يعني اكتيفي وانيبي على حسب دوره. اذا اهم شيء هو ان الانسولين، هذا الانسولين ينتج بعد يعني بعد وجبه بوست برونديال، يعني بعد وجبات، بعد اخذ وجبات ترتفع نسبه السكر في الدم، يعني نلاحظ هنا لدينا الجلوكوز، يعني بعد وجبه مثلا لدينا ارتفاع الجلوكوز في الدم،
هنا بعد وجبة ارتفاع جلوكوز في الدم، يعني يرتفع الجلوكوز في الدم فيتم طرح عن طريق البنكرياس، لما أرسم البنكرياس هنا، البنكرياس يطرح الأنسولين من أجل تخزين هذا الجلوكوز. إذا يرتفع الجلوكوز في الدم، يدخل الجلوكوز هنا إلى الكبد، جلوكوز كبد يتحول عن طريق هنا ما هذه التي تعطينا البيروفات الذي هو يسمى الجليكوليز، يعني جلوكوز يدخل في الجليكوليز يعطينا البيروفات، البيروفات يعطينا الأسيتيل كوا، والأسيتيل كوا يدخل في ما يعرف بسيكل دو كريبس. إذا دونك يعني يدخل في سيكل، يدخل في سيكل دو كريبس، يعني يدخل هنا الأسيتيل كوا في سيكل دو كريبس. وبعد ذلك سيكل دو كريبس لدينا هذه الفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف بوجود اكسجين، اذا اسيتيل كوا يعطينا سيكل دو كريبس. ثم بعد ذلك عندما يتغذى السيكل دو كريبس وتنتج اي تي بي ويصبح لدينا اكتفاء من الاي تي بي، يعني هذا الاسيتيل كوا يمكن تخزينه عن طريق فاتي اسيد، اذا يصنع الفاتي اسيد، اذا دورين في الجلوكوز. اذا يرتفع الجلوكوز في الدم، يدخل الجلوكوز الى الكبد، الكبد يعمل البيروفات، البيروفات يعني الجليكوليز يعطينا البيروفات، بعد الجليكوليز يعني يدخل عن طريق انزيم مهم جدا وهو البيروفات ديزيدروجيناز، بيروفات ديزيدروجيناز بي دي اتش، بيروفات ديزيدروجيناز ديزيدروجيناز يعطينا الاسيل كوا، الاسيل كوا يدخل الى الميتوكوندري ويعطينا داخل الميتوكوندريا يعطينا هذا ما يسمى بالسيك دو كريبس، والسيك دو كريبس ينتج الانا دي اش والافا دي اش دي دي دي, دي مولكيول ودوي و اي تي بي، ايضا مولكيول دو فورم جي تي بي ا دي انا دي انا دي انا دي اش ني دي اش انا دي اش، اذا الانا دي اش والافا دي اش، اذا وهذا الانا دي اش والافا دي اش يغذي ما يعرف بالشان شان دونك لا شان ايسي سي دونك الكترون ترانسبور شين، او ما تعرف بالفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف هنا في الميتوكوندري من اجل انتاج الاي تي بي. اذا هذه في البوست برونديال، يعني لدينا جلوكوز مرتفع يدخل الى الكبد يقوم بالجلوكوليز يعطينا البيروفات، البيروفات يعطينا الانا دي اش، الانا دي اش الانا دي البيروفات يعطينا عن طريق الفوسفات، البيروفات ديزيدروجيناز يعطينا اسيتيل كوا، اسيتيل كوا يغذي السيكل دو كريبس، والسيكل دو كريبس تغذي الشان اوكسيداتيف من اجل انتاج طاقه. عندما ننتج طاقه ونكتفي من الطاقه يتم تخزين الجلوكوز عن طريق الليبيد. سؤال مطروح، لماذا نخزن الجلوكوز عن طريق الليبيد ولا نخزنه على شكل جلوكوجين؟ اذا اكيد هي في بدء الامر نخزن على شكل جلوكوجين، لكن جلوكوجين لا يمكننا تخزين سوى حوالي 120 غرام ان لم تكن ذاكره من الجلوكوجين، يعني كميه الجلوكوجين التي نخزنها في الكبد يعني ليست كميه كبيره جدا، لان جلوكوز هو هيدروفيل يعني يحتاج الماء، ولو خزناه سوف نخزن معه موليكول كميه من الماء، اذا لضيق المكان كما نقول الكبد ضيق، لهذا نخزنها على شكل فاتي اسيد، اذا نخزنها على شكل اسيد غرا، لان الدسم هي عباره عن كريهه للماء، يعني يمكن تخزينها على شكل دسم. في الميسك ايضا لدينا الجلوكوز مرتفع في الدم، إذن يدخل إلى الميسك من أجل تخزينه على شكل جلوكوجين، ويفعل نفس الشيء، يعني سيكل يعني جليكوليز يعطيك البيروفات، البيروفات يعطيك البيروفات يعطيك البيروفات يتحول إلى أستيكوا، أستيكوا يغذي سيكل دو كريبس، يتحول إلى سيكل دو كريبس، ثم بعد ذلك فوسفوريلاسيون أوكسيداتيف. في التيسي أديبو نفس الشيء، يعني يتم يدخل لا يوجد جلوكوجين في التيسي أديبو، إذن يتحول إلى الجليكوليز، الجليكوليز يعطيك بيروفات، بيروفات يعطيك أسيتيل كوا، أسيتيل كوا السيكل دو كريبس، السيكل دو كريبس إي لا شين دو فوسفوليسيون أوكسيداتيف، إذن والبعض يتخزن على شكل ديزاسيد غرا، ديزاسيد غرا في هنا. في البرين يعني في السيرفو ايضا نفس الشيء، يعني يدخل لا يوجد جلوكوجين في السيرفو، يعني في الدماغ لا يعني نحتوي على الجلوكوجين، اذا يدخل يعطيك الجلوكوز يتحول الى البيروفات، بيروفات اسيتيل كوا، اسيتيل كوا يغذي السيكل دو كريبس، السيكل دو كريبس فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف لاشين اوكسيداتيف. في الجلوبيل روج، جلوبيل روج يدخل الجلوكوجين، يدخل الجلوكوز يتحول الى البيروفات، يتحول الى البيروفات
يتحول إلى البيروفات. بيروفات، لكن البيروفات، البيروفات، البيروفات هنا في الجلوبال روج لا يتحول، لا توجد، لا توجد، لا توجد فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، لان الجلوبال روج تعمل في وسط لا هوائي. اذا البيروفات يتحول مباشره عن طريق البيروفات ديزيدروجيناز الى لاكتات. اذا لاكتات هنا، لاكتات، لاكتات مباشره، يعني لا يوجد لاكتات، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد الميتوكوندري في الجلوبول روج، لا توجد اوكسيداسيون فوسفوريلاسيون في الجلوبول روج، لا توجد شين ريسبيراتوار في الجلوبول روج. اذا يتحول الى لاكتات، ثم بعد ذلك اللاكتات يخرج ويذهب الى الكبد من اجل اعطاء ريسيكليزاسيون، ويتحول الى البيروفات، والبيروفات يعطينا يعطينا ممكن سو يتحول الى البيروفات من اجل اما اعاده هيكلاته واعادته الى جلوكوز، او سوف نتحدث على لو ديفونير دو بيروفات. اذا هذه هي بصفه عامه، يعني جلوكوز، يرتفع الجلوكوز في الدم، يعمل الانسولين على ادخال الجلوكوز الى الخلايا، يدخل الجلوكوز الى الخلايا، تحول الى البيروفات، بيروفات اسيتيل كو، اسيتيل كو سيك دو كريبس انابياج. في الكبد نفس الشيء، في المسك نفس الشيء، جلوكوليز، جلوكوليز، بيروفات، بيروفات سيك دو كريبس، فوسفوليسيون اوكسيداسيون. تيسي ادي بو نفس الشيء، جلوكوليز، فوسفوليسيون اوكسيداسيون. برين يعني سيرفو نفس الشيء، دخول جلوكوز، فوسفوليزاسيون اوكسيداسيون. ما عدا الجلوكوز يدخل في الريد بلاد سيل، يتحول في غياب اكسجين الى فرمونتاسيون لاكتيك. اذا هذه هي لي سيفي اوف انسولين. ثم بعد ذلك سوف نتحدث عن الجلوكاغون افكت. الجلوكاغون يعني يحدث بعد فتره طويله بعد الاكل، يعني عندما نحتاج الى جلوكوز، يعني عندما يجوع الانسان، يعني كل شيء ينعكس كما يقال، ينقلب السحر على الساحر. اذا نبدا بالكبد مثل ما قلنا، الجلوكوز يعني ينخفض، تنخفض نسبه الجلوكوز في الدم، تنخفض نسبه الجلوكوز في الدم. اذا عندما تنخفض نسبه الجلوكوز نحتاج الى صناعه الجلوكوز، يعني ويمكننا صناعته، يعني قلنا بان اللاكتات الذي ينتج في الريد بلاد سيل ياتي الى الكبد، يتحول الى البيروفات، يعني وبعد ذلك ينقلب سحر على ساحر، يعني يتحول من البيروفات الى الجلوكوز. اذا البيروفات يتحول الى الجلوكوز، ثم بعد ذلك لدينا ديزاست امينه، يعني عندما نحتاج احيانا نحطم البروتينات، لان البروتينات تتحطم، ولدينا انواع من الاحماض الامينيه التي يمكننا ان تصنع جلوكوز، يعني هذه الاحماض الامينيه تتحول الى البيروفات، والبيروفات يعني يعطينا الجلوكوز، يعيد الجلوكوز. اذا يبدا شيئا فشيئا يعني اعطاء الجلوكوز. ثم بعد ذلك خزننا الجلوكوز على شكل جلوكوجين، اذا نقوم بتحطيم الجلوكوجين من اجل يعطينا الجلوكوز، يعني يتحطم ايضا الجلوكوجين ويعطينا الجلوكوز. ثم بعد ذلك خزننا ايضا، يعني لو تذكرتمون، لو تتذكرون باننا خزننا الجلوكوز في الفاتي اسيد، اذا نقوم بتحطيم هذه الليزاسيد غرا، وهذه الاسيد غرا تعطينا اسيتيل كوا، يعني ترتفع نسبه الاسيتيل كوا، يعني تعطينا عده اسيتيل كوا. اسيتيل كوا ما الذي يفعله اسيتيل كوا؟ يغذي سيكل دو كريبس ولا شان فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. اذا ونسبه ارتفاع هذه الاسيتيل كوا ايضا انيبي تحويل البيروفات الى الى اسيتيل كوا، يعني انيبي الجليكوليز من اجل انتاج لا نيو جلوكوجيناز. اذا هذا الاسيتيل كوا لديه دور في ريغولاسيون دو فينير دو بيروفات. الاسيتيل كوا ايضا يمكننا ان تجميعه وانتاج ما يعرف بليكور سيتونيك او كيتون بودي، هذه مهمه جدا ايضا لكيتون بودي، وسنتحدث عن وظيفه كيتون بودي. اذا ايضا في الـ في الـ في الـ في الميسك لدينا جليكوجين، جليكوجين يعطينا جلوكوز مباشره، يعني تحطيم الجلوكوجين، ولدينا ايضا ديزاسيد غا، ليزاسيد غا او ما تسمى فاتي اسيد، فاتي اسيد يعني ديزاسيد غا التي سوف تتحطم من اجل انتاج اسيتيل كوا سيك دو كريبس، سيك دو كريبس وفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. تيسو ادوبو نفس الشيء، لدينا كميه هائله جدا من الاسيد غرا، اذا نحطمه ننتج اسيتيل كوا. تحطيم الاسيد غرا تسمى البيتا اوكسيداسيون، يعني نقوم بالبيتا اوكسيداسيون، بيتا بيتا اوكسيداسيون، بيتا اوكسيداسيون تنتج سيك دو كريبس، سيك دو كريبس اي لا شير فوسفوراسيون اوكسيداتيف. اذا في السيرفو يعني
يقوم أيضا ب يحتاج جلوكوز، يعني الدماغ يفضل استعمال جلوكوز. إذا نقوم هنا بإنتاج جلوكوز عن طريق هذه الأشياء، يعني بيروفات يعطينا جلوكوز، أسيد أمين يعطينا جلوكوز، جلوكوجين يعطينا جلوكوز، وهذا الجلوكوز يعني يطرح في 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 الدم. إذا من أجل الوصول إلى دي زوكان كي بريفير لو جلوكوز، مثلا يدخل في السيرفو، عندما يدخل الى الدماغ يعطينا سيك دو كريبس، سيك دو كريبس اي فوسفوريزاسيون اوكسيداتيف. كيتون بودي ايضا نظريه توجد بان الكيتون بودي هذه الكورسيتونيك يمكن للدماغ ان يستخدمها. اذا يدخل الكيتون بودي للدماغ لانها صغيره جدا، يمكنها passer, elles peuvent passer, mais les acides gras, elles peuvent pas passer la barrière hémato-encéphalique. Et donc, la ketone body, يمكنها يعني هنا التي تنتج عن طريق الليبيد تدخل إلى السيرفو وتنتج هنا البرين تدخل إلى سيك دو كريبس وفوسفوليزاسيون أوكسيداتيف. نقطة مهمة جدا، هذا الأسيتيل كوا الذي ارتفع هنا في الكبد لا يمكنه أن ينتج الجلوكوز لأن الذي لن يحتوي على أنزيم الذي يعطينا من الليزاسيد غرا يعطينا الجلوكوز مباشرة. لهذا ننتج كيتون بودي من أجل الذهاب إلى تغذية السلف. لكن الريد بلاد سيل لا تستعمل الكيتون بودي. الريد بلاد سيل يعني كرة الدم الحمراء لا تستعمل الكورسيتونيك، إذا تستعمل فقط جلوكوز. لهذا يجب علينا إنتاج جلوكوز سواء عن تحطيم بروتينات، تحطيم إعادة هيكلة البيروفات، تحطيم الجلوكوجين، لا يهم. المهم يعني لدينا إعادة هيكلة اللاكتات، يعني سيك دو كوري، يعني لا غير مهم. المهم يعني يكون هناك الجلوكوز. إذا ريد بلاد سيل والجلوكوز يعني لا تحتوي على الميتوكوندري، إذا تقوم بالفرمنتاسيون. فرمنتاسيون لاكتيك هنا في الجلوبول روج. إذا يدخل الجلوكوز ريد بلاد سيل لاكتات ثم يذهب ينتقل إلى الكبد، يتحول إلى البيروفات يعطينا الجلوكوز، والجلوكوز يعود إلى الريد بلاد سيل وتم تعيد تحطيمه نحو اللاكتات واللاكتات بيروفات والجلوكوز. إذا الريد بلاد سيل كرة الدم الحمراء يعني الطاقة التي تحتويها فقط من الجليكوليز، تستخدم فقط الجليكوليز في مليو أنايروبي لأنها لا تحتوي على ما يعرف بالميتوكوندري. إذن يكون الميتابوليزم في الريد بلاد سيل عن طريق ليس الفرمنتاسيون لاكتيك، يعني في لابسونس دو لوكسيجين. إذن الجلوكاجون كيف يعمل عن طريق إضافة جروب موفوسفات عادة في الإنزيمات من أجل الأكتيفاسيون دي زونزيم جين إكسبريسيون والوستيريك أكتيفاسيون إنيبيسيون، وسنحدد هذه الإفكت هذه في الريجوليشن في la régulation de métabolisme. Mais c'est l'overview généralité sur le métabolisme humain. C'est ça comme hakada يعني يخدم يشتغل الميتابوليزم في جسم الإنسان. نشكركم، هي مهمة جدا، نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله. Overviews of biochemistry.